السلام عليكم لا فامي، كيف راكم؟ مزيان. مرحبا بكم في فيديو جديد، مرحبا بكم في نهار زوين وندير موتيفاسيون كيف ديما. اليوم اخوتي ما غيكونش فيديو على لونطريمون اولا شي موضوع غنهضروا عليه. اليوم غنوريكم الفطور ديالي، كما كتعرفوا ان الفطور ديالي كل مره كنبدلو باش الروتين ديال الفطور ما يطلعش ليا في راسي. داكشي علاش اليوم غنوريكم باش كنفطر. اليوم الفطور اللي غنوريكم صحي وبنين وفيه الفيتامين. المهم بقاو معايا غادي تكتشفوا نتوما كلشي بريوسكم، وما تنساوش تقاتل الا بغيتي توصل. حتى حاجه ما كتجي سهله، خصك تضرب عليها تماره. يلا بقاو خوتي، دابا غادي نبداو غنوريكم الطريقه اللي كندير دابا كيفاش نصاوب الفطور ديالي. كما كتشوفوا هادو هما المقادير ديال الفطور ديالي. اليوم غنصاوبوا بانكيك ديال تقاتل الا بغيتي توصل. المهم بقاو معايا باش غادي تشوفوا كيفاش كنوجد البانكيك ديالي، الطريقه اللي كندير. المهم غنوريكم المقادير في الاول. عاد نبداو بأول حاجة، عندي هنا العسل، العسل الحر، عندي هنا الزبيب، عندي هنا عندي هنا اللوز مطحون، عندي هنا الشوفان، عندي هنا البيض، بنانة، خمسة ديال التمرات على حساب الفرد، السنة ديال الرسول عليه الصلاة والسلام، وعندي هنايا بينيت باتر اللي هي زبدة الفول السوداني. اذا هادو هما المقادير. دابا غادي تكملوا معايا كيفاش غادي نصاوب الفطور ديالي، يعني كيفاش غنصاوب البانكيك ديالي. المهم بقاو معايا باش تشوفوا الطريقه. يلا، عندي هنايا جوج بيضات كاملين وثلاثه يعني بلا صفر، غير البيض ديال البيض. من الاحسن اخوتي نديروا جوج صفار، من الاحسن. انا صراحه الطريقه تعجبني وصحيا، يعني ما نكثروش من الصفر، من الاحسن. اذا غادي نبداو باول حاجه اللي هي البيض. غنديرو دابا الشوفان، الشوفان بنان، غنديرو اللوز معلقة، غنديرو دابا زبدة الفول السوداني، وبالنسبة للزبيب والعسل والتمر غادي نخليهم حتى الاخر. المهم هادي هي الطريقة دابا المقادير اللي غادي نطحنهم مع هادو. ودابا اخوتي غنزيد لاواي. بالنسبة لاواي غيكون اضافي بالنسبة للناس اللي عندهم، ما عرفتش المهم على حساب أيوة كل واحد واش عنده ولا لا. علاش كنستعمل لاواي في هاد الفترة؟ ان شاء الله جاي فيديو غنقول لكم علاش كنستعمل انا لاواي، وعلاش يعني خصك، واش خصك تستعمل لاواي او الجينر. المهم جاي فيديو شنو هو السن القانوني اللي تاخذ فيه لي كومبليمون. المهم ان شاء الله جاي فيديو، داكشي علاش تابوناو باش يوصلكم ديما الجديد. علاش اخوتي انا كنستعمل لاواي؟ باختصار كاين واحد المثال كيقول لك كاين طون وكاين ايزابيل، كما هذا كاين المكملات الغذائيه وكاين لاواي. لاواي تيبقى هو الكاد فادر ديال لي كومبليمون صراحه. هذا انا صراحه تيجي مع الجسم ديالي. بالنسبه اخوتي علاش كنستعمل في هذه الفتره لاواي؟ كما كتعرفوا اننا دابا ما كنترينيوش، وحتى الماكله ديالي يعني ناقصه بزاف الحوايج، اكثريه في بروتين، عندي بروتين ناقص. داكشي علاش انا كنستعمل لاواي. كما كتعرفوا كما شرحت لكم ديما ان هذا غير مكمل غذائي كنعاونوا به. هاد السكوب اللي غادي تشوفوني انني غنحطها بحال صدر ديال الدجاج كتاكلوا ولا هذا، اذا هذا غير مكمل غذائي. يا بسم الله، المهم اخوتي دابا غنبداو الطريقه ديالنا. كما تشوفوا معايا كيفاش غدير البانكيك، خصك تكون بروفيسيونيل في الطياب الا بغيتي تطلع ناضيه، خصك تكون بروفيسيونيل. المهم لاحظوا معايا كندير ليها. يا بسم الله، نديرهم صغيور. مهارة المهارة. خوتي دابا البانكيك ديالي وجدو. دابا نوريكم الطريقة تندير كل طبقة فيها العسل. هانتوما كيما شتو دابا راه صاوب جوج،
بالنسبه اخوتي علاش كندير العسل، هما شوف يا راه اختياري بالنسبه في الاخر العسل والزبيب والتمر، هذاك الشيء تيبقى اختياري. كاين ناس اللي كيبغيو يديروا الشوكولاط، انا من الاحسن ما تبغيش ناخذ الشوكولاط، العسل مزيان، العسل الحار تيكون صحي، وكما كتعرفوا ان العسل مذكور في القران وعنده بزاف ديال الفوائد بلا ما نذكرهم. اذا اخوتي دابا غنوصلوا للتزيين، نزينوا كما تشوفوا قطع التمر والزبيب عندي هنايا، والفطور ديالي واجد. نزيد شويه ديال اللوز من فوق، طباخ ماهر. المهم اخوتي هذا هو الفطور ديالي كما شفتوا، فطور صحي كما كتشوفوا، راه شفتوا المقادير كاملين، وفي نفس الوقت يعني بنين، يعني تتاكلو وانت يعني عاجبك الحال. بالنسبه لهذا الفطور كيصلح للناس اللي بغاو يزيدوا في الوزن ديالهم، الناس اللي متبعين ريجيم وباغيين ينقصوا من الوزن ديالهم فما يصلحش لهم هذا الفطور، كما كتعرفوا ان فيه الحلاوه طالعه، داكشي علاش كيصلح للناس اللي باغيين يزيدوا في الوزن ديالهم. وكما كتشوفوا هذا هو البانكيك ديالي اللي كنصاوب، كنتمنى يكون عجبكم، ومرحبا بكم، مرحبا حتى نتوما تقصاو معايا، مرحبا، وتابوناو عندي في لاشين باش توصلكم ديما الجديد، ودخلوا عندي انستغرام، باقيين جايين ان شاء الله واحد مفاجآت زوينين، دخلوا عندي الانستغرام تما كنكون اكتيف. وبالنسبه للاواي علاش كنستعملو وشنو لي كومبليمون اللي تستعملو، واي حاجه جايه ان شاء الله في فيديو غيكون خاص على لي كومبليمون. وبالنسبه للناس اللي كيقول لك ان لي كومبليمون ما مزيانينش، اللي ما مزيانش هو قله الماكله ولا دروغ، اما شوف راه نيدو حتى هو كيتسمى نيدو، راه حتى هو فيه داكشي شيميك، داكشي علاش من الاحسن حنا راه بزاف د الحوايج كناكلوهم شيميك وما خبرناش، راه اللي فروي اللي كتاكلو الخضار راه داير لهم برودويات. اذا هذا غير ما تكثرش منه، هو مزيان ما تكثرش منه. انا اخر واحد كليته كان في شهر 10، دابا حنا دابا في شهر 4، خديت واحد علاش باش نعاون به باش ما نخسرش داكشي اللي بنيت. اذا قال لك واحد المثال، ان زاد الشيء عن حده انقلب الى ضده، اذا من الاحسن ما نكثروش منه، ناخذ واحد ونقطعوه عاوتاني وناخذ واحد اخر، ماشي مشكل. اذا اللي كيضر هو قله الماكله والحضيه، هذه اللي كضر. وما تنساوش اخوتي تقاتل الا بغيتي توصل، حتى حاجه ما كتجي سهله خصك تخدم عليها، وان شاء الله جايين كما قلت لكم بلانيت زوينين، اننا غنبقاو نديرو كيف اواي، عندي انستغرام غيكون الخير، وتقاتل الا بغيتي توصل، ودابا غناكل يلاه.